حضرات السيدات والسادة، لا تخفى عليكم أهمية إصلاح القضاء، سواء بالنسبة للمواطن أو المقاول أو الدولة والمجتمع. فالعدل أساس الملك كما تعلمون، ولا يمكن تصور بلد متقدم يسوده الرخاء والأمن والإطمئنان بدون منظومة قضائية تتوفر فيها عناصر الاستقلالية والنزاهة والسرعة والنجاعة والكفاءة وارتقاء الأمن القضائي. كما أن جودة المنظومة القضائية هي إحدى الآليات الأساسية لتجسيد دولة الحق والقانون على أرض الواقع. كما لا يخفى، المغرب ليست له ثروة خاصة أكثر من عنصره البشري، ولكن مهما كانت عبقرية العنصر البشري في المغرب أو في أي دولة أخرى فلا ينصرف أمر البلد إلا إذا انصلحت العلاقات القائمة بين أعضائه. والقضاء أهم مجال يظهر فيه صلاح هذه العلاقات أو فسادها، وهذا هو الذي يشجع الناس على الإقامة والنشاط والاستثمار ويستدعي الآخرين ليأتوا للبلد الذي فيه العدل.